التليد وديرة العز الجديد، يا ديرة العز التليد وديرة العز الجديد. كتبنا ما كتب من أغاني ومن قصيد، لو كتبنا ما كتب من أغاني ومن قصيد، ما يوفي بعض حبك يا قطر يا قطر، ما يوفي بعض حبك يا قطر يا قطر. ويا قطر يا ديرة العز التليد، وديرة العز الجديد، وديرة العز الجديد. بالحب وجنحة السلام أهلك الناس الكرام، رفرفي بالحب وجنحة السلام أهلك الناس الكرام، وانت على الحرب داعي تبوب الصوت الجماعي، للأمام إلى الأمام كلنا فجوة ترابك يا قطر. في اللقاح الناس باع، في الرخاء حنا هل الكلمة هل البسمة، في اللقاح الناس باع، في الرخاء حنا هل الكلمة هل البسمة، هل العادات سمحين الطباع، هل العادات سمحين الطباع، كلنا بد وحضر كلنا فدوة ترابك يا قطر، وكلنا فدوة ترابش يا قطر، كلنا فدوة ترابش يا قطر، كلنا فدوة ترابش يا قطر، كلنا فدوة ترابك يا قطر. مديرة العز وأرض الكرام، نطل عليكم في صباح يوم جديد ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا ومرحبا فيكم بيوم جديد من الصباح رباح. مثل ما عودناكم دائما نقدم لكم الجديد والمفيد والمنوع في برنامجنا الصباحي، والحين راح ننطلق بحلقتنا، والبداية راح تكون بالعناوين. الرطب المحلي وأصداء نجاح النسخة الرابعة، ذوي الاحتياجات الخاصة في قائمة الأولويات الوزارية، ونبدأ مشاهدينا مع أولى فقراتنا لليوم. راح نتعرف على حالة الطقس مع المتنبئ الجوي بإدارة الأرصاد الجوية عبد العزيز السادة. صباح الخير أستاذ عبد العزيز. صباح النور يا هلا أستاذ عبد العزيز، كلمنا عن حالة الطقس اللي أنتم متوقعينها لليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم، في البداية لا يوجد أي تحذير اليوم على الساحل أو في أرض البحر. الطقس بشكل عام حار نهارا مع غبار خفيف على بعض المناطق وبعض السحب. الرياح شمالية غربية إلى شمالية، سرعتها من 8 إلى 18 عقدة،
مع هبات تصل 22 عقدة على بعض المناطق خلال فترة الظهيرة، ارتفاع الموج من 2 إلى 4 قدم، يرتفع إلى 6 قدم على بعض المناطق أحيانا. درجة الحرارة يوم العظمى من المتوقع أن تصل إلى 45 درجة مئوية. هذا هو العلم عند الله. شكرا لك عبد العزيز السادة المتنبي الجوي بإدارة الأرصاد الجوية على هذه المعلومات المختصرة وأيضا المفيدة. مشاهدينا، من الأرصاد الجوية إلى جولتنا المعتادة في صحفنا المحلية الصادرة لليوم مع زميلتنا فوزية عامر. نبدأ جولتنا الصحفية المحلية من صحيفة الشرق، وفيها معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة الثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية استقبل وزير الداخلية العراقية، وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها. وفي خبر آخر، الداخلية تفعل قانون المرور الخاص بالمشاة اليوم في خطوة جديدة لوقف نزيف الأرواح على الطرقات. وفي الشرق أيضاً، بحث للطبيبة القطرية ريم جواد سليمان ضمن أهم الاكتشافات الطبية في بريطانيا. وننتقل إلى صحيفة الراية، وفيها أكاديمية الخدمة الوطنية تحتفل بتخريج 500 مقدام بحضور نائب رئيس الأركان للعمليات المشتركة. وفي خبر ثاني، الدوحة مركزاً للتدريب في مجال مكافحة الفساد بموجب شراكة بين معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة. وفي الشأن الصحي، مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تحذر من أن الإفراط في الوجبات السريعة يسبب الأمراض النفسية لدى الأطفال ويؤثر كيميائياً على المخ ويصيبهم بالخمول العقلي ويشكل نوعاً من أنواع الإدمان. إلى صحيفة العرب، وفيها الاحتياطي الأجنبي لدولة قطر سجل نمواً سنوياً خلال يونيو الماضي بنسبة 22.81% وفق الإحصائيات الصادرة عن مصرف قطر المركزية. ونقرأ في العرب، وزارة الأوقاف تدعو المسلمين إلى اغتنام فرصة العشر الأوائل من ذي الحجة. وفي خبر ثقافي، متاحف قطر تعلن عن موسم جديد من المعارض والفعاليات المتميزة هذا الخريف. ونتابع جولتنا مع صحيفة الوطن، وفيها وزارة الثقافة والرياضة تعلن أسماء المتميزين في منتدى الدوحة للشباب الإسلامي الذين سيتم تكريمهم بوسام التميز الشبابية. وفي الوطن، أشغال تحصد جائزة عالمية في التصميم والبناء. وفي خبر آخر، وزارة التعليم والتعليم العالي تعلن نتائج اختبارات الدور الثاني خلال الأسبوع المقبل. وفي صحيفة لوسيل، النيابة العامة تقرر زيادة أوقات العمل خلال الفترة المسائية لخدمة الجمهور. وفي خبر ثاني، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة بإدارة الدعوة والإرشاد الديني تعد المتسابقين القطريين للمسابقات الدولية لحفظ القرآن. ونختتم أخبارنا لهذا الصباح مع خبر رياضي من لوسيل، وفيها بدء التحضيرات لاستضافة دورة الألعاب العالمية الشاطئية التي تقام تحت مظلة اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية قطر 2019 في 12 من أكتوبر القادم. مشاهدينا، كانت هذه جولتنا الصباحية في علوم جرائدنا وأبرز العناوين فيها. والحين نروح لموضوع آخر، يستمر مهرجان الرطب 2019 سوق واقف وسط إقبال واسع من الزوار. المزيد من التفاصيل أكيد راح تكون في سياق التقرير التالي، فخلونا نتابع مع بعض. في 9 أيام مهرجان الرطب 2019 والذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة وسوق واقف، شهد المهرجان إقبالاً متزايداً من الجمهور، حيث اطلعوا على فخر الإنتاج القطري والذي قدمته 85 مزرعة محلية إضافة لشركة حصاد وجهات أخرى. السنة اللي طافت الفرق غير، والسنة هذه السنة هذه أنا أشوف الترتيب أحسن،
احسن والنظافه زينه وكل شيء يعني مرتب احسن من يعني في كل سنه بتحصل السنه الجايه بعد يمكن الترتيب بعد احسن وكل شيء يطلع احسن عندك. وهذا يعني شيء يعني يشكرون عليه الاخوان صراحه. بالنسبة للمهرجان جميل جدا، تعرفنا على أنواع التمور المختلفة لليوم، أكثر إشي عجبني الزينة، تقسيم التنظيم الموجود هنا، كمان بالفعل استمتعنا جدا أنا وزميلاتي. يتيح المهرجان الفرصة لزواره الاطلاع على أفخر أنواع الرطب التي أنتجتها المزارع القطرية، بالإضافة إلى تذوق وشراء أجود أنواع الرطب القطرية وبأسعار منافسة وفي متناول الجميع. السنة كان في إقبال يعني أكثر ما شاء الله، وبعض يعني المشترين يعني أكثر من الموسم اللي فات. أشكر القائمين على هذا المهرجان الجميل، هو مهرجان منظم جدا، تعرفنا فيه على أنواع التمور المختلفة بطريقة حلوة، وطريقة العرض كانت جدا يعني هيك رائعة ومذهلة، تخلي الواحد يحب يتفرج، والتجوال فيه كثير مسلي، يعني فيه حتى حاطين أماكن للراحة، يعني مهتمين بالناس اللي بتيجي هون تتفرج. مهرجان جميل جدا، ما كنت اتخيل انه كذا ما شاء الله، الانواع التمور كثيره ومتنوعه والاقبال عليه ما شاء الله كبير، حبيته وبشكر كل القائمين عليه. وياتي تنظيم المهرجان للمره الرابعه على التوالي ليؤكد الجهود الراميه لتحقيق الامن الغذائي والاهتمام والحرص على تطوير قطاع الزراعه بما في ذلك أشجار النخيل، وكذلك دعم أصحاب المزارع والمهتمين بزراعة الرطب والارتقاء بأصناف التمور من حيث النوعية والجودة، وهو مستمر حتى 3 من شهر أغسطس الجاري. ما شاء الله عليه إقبال المعرض من قبل الجميع، خصوصا العوائل. بعد مشاهدينا شفنا وياكم ومستمعينا الكرام تقرير متابعة برنامج صباح رباح لمهرجان الرطب المحلي الرابع، وحبينا أيضا نقدم لكم تقرير ثاني لكن أيضا يخص الرطب، وهو تقرير خاص بفوائد الرطب، خلونا نتابعه مع بعض. يعرف أنه فاكهة الصيف والصحراء، ويعرف أيضاً أنه منجم غذائي صحي متوازن. إنه الرطب الذي يعد ثمرة في مرحلتها الأخيرة قبل جفافها لتصبح تمراً. تدوم مرحلة الرطب مدة 2 إلى 4 أسابيع تقريباً، ويمتاز الرطب باحتوائه نسبة عالية من الماء، لهذا يكون تناوله مناسباً تماماً في موسم الصيف والحرارة، بالإضافة إلى غناه بالمواد السكرية والفيتامينات والأملاح المعدنية وغيرها. عالمياً يوجد أكثر من 2000 نوع من التمر والرطب بأشكاله ومذاقاته المختلفة، فيما تنتج قطر أكثر من 100 نوع من أنواع الرطب وتمور، أهم الأخلاص الخنازي والبرحي والشاشي، بالإضافة إلى أصناف أخرى منها السكري، الصقعي، والهلالي وغيرها. ويتراوح لونه من الأحمر الفاتح إلى الأصفر الفاقع، كما يمتاز بمذاقه الحلو وحجمه الصغير وشكله الناعم الأملس بعكس ثمرة التمر المجعدة. ولا يمكن بسهولة ذكر جميع الفوائد الصحية للرطب، لكن يمكن حصر فوائده الجمة في الآتي: يعمل الرطب على ترطيب الأمعاء وتليين الأوعية الدموية، ويمنع تشكل الالتهابات، ومقوي للجهاز الهضمي والأعصاب والعضلات، ويؤخر مظاهر الشيخوخة. يعد الرطب ذا فائدة عالية للأطفال والرياضيين والعمال والنساء الحوامل. الرطب من الثمار المهمة للحفاظ على رطوبة العين وبريقها، ويقوي الرؤية ويعمل على مكافحة غشاوة العين، كما يعمل على تنشيط الغدة الدرقية وتنظيف الكبد، بالإضافة لغسيل الكلى، ومهم جداً في مكافحة السعال والتهابات القصبات الهوائية والبلغم والإمساك. تحمل أشجار النخيل الباسقة كنزاً غذائياً، وتترك ظلالاً وريفة وذاكرة أجيالاً سابقة كان الرطب عصب حياتها.
شاء الله اكتشفنا فوائد كثيرة في الرطب، يعني الرطب مفيد لفئات مختلفة، وأيضا تعرفنا على أنواع من الرطب حق اللي ما يعرف. وجادلنا وفي موضوع مو ببعيد عن الرطب ومزارع الرطب يشهد النشاط الزراعي في قطر تطور كبير وملحوظ بفضل اهتمام الدولة بهذا القطاع الحيوي ودعم المزارع بمستلزمات الإنتاج الأساسية لرفع نسبة الإقبال على المنتج المحلي. في هذا السياق خلونا نتابع التقرير التالي ونتعرف عليه. الدعم الكبير الذي توليه قطر للنشاط الزراعي أسهم في انتشار المزارع وتناميها في الدولة، وهي مزارع نجحت في تأمين 30% من الحاجة المحلية من المنتجات الزراعية. وقد أطلقت الدولة خطة زراعية شاملة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات والخضروات بحلول عام 2030 وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة. وعلى الرغم من طبيعة الظروف المناخية القاسية في المنطقة، أسهمت التقنيات الحديثة للزراعة في التغلب على هذه الصعاب المناخية، فقد لجأت المزارع في قطر إلى استخدام أحدث التقنيات الزراعية في مجال الري، وذلك من خلال استخدام المياه بطريقة علمية وعملية دون إسراف ودون رفع كلفة الإنتاج الزراعي. المنتج المحلي مطلوب لجودته العالية وخلوه من الكيماويات، وجودة تشهد لها العديد من أسواق بيع المنتجات المحلية. دعم الدولة لمزارع التمور واحد من أهم أسباب نجاح هذه الزراعة، حيث يسوق الإنتاج ويباع للدولة بأسعار جيدة، وهذا شكل سبباً من أسباب إقبال المزارعين في قطر على زراعة النخيل. وتوجد اليوم في قطر حوالي 700,000 نخلة تنتج العديد من أنواع التمور. الخطط التي وضعتها الدولة لتنمية هذا القطاع طموحة، وتسعى إلى أن تأكل قطر مما تزرع وتنتج بحلول عام 2030، وهو طموح يمكن تحقيقه في ظل كل المعطيات المتوافرة في الدولة، سواء أكانت مادية أم بشرية أم تنموية. إن شاء الله راح نوصل في 2030 إلى الاكتفاء الذاتي الغذائي إذا ما كان قبل بإذن الله. فاصل قصير مشاهدينا ونرجع نكمل باقي فقراتنا لليوم. الحين راح نروح إلى أولى تغطياتنا الخارجية اليوم. راح ننتقل مباشرة إلى نادي الغرافة الرياضي، حيث تقام أنشطة ترفيهية وتعليمية لعيالنا من ذوي الاحتياجات الخاصة. أكيد التفاصيل كلها راح تكون مع زميلنا محمد الشهراني المتواجد هناك. صباح الخير يا محمد.
صباح النور يا مريم أيضا سعد المشاهدين، صبحكم الله بالخير في نهاية هذا الأسبوع الجميل. الله يوفق الجميع إن شاء الله. متواجدين مثل ما ذكرتي في نادي الغرافة بتحديد النشاط الصيفي بنشاطي أرتقي لتنظم وزارة الثقافة بتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي، وأيضا مركز أو المراكز للأنشطة الصيفية الموجودة في الأندية حاليا. معي أخوي خالد عبد الكريم القحطاني مدير مركز الغرافة الأنشطة الصيفية، راح نتكلم أكثر عن النشاط الصيفي اللي موجود. أستاذ خالد الله يصبحك بالخير وعساكم على القوة إن شاء الله. في البداية نبي نعرف أكثر عن النشاط الصيفي اللي موجود في نادي الغرافة. صبحك الله بخير أخوي محمد وحياكم الله في مركز الغرافة الصيفي. طبعا عدة وزارة التعليم هذا العام برنامج متنوع متكامل للأنشطة الصيفية لطلابنا وابنائنا لقضاء وقت يعني مفيد ومتميز. فعندنا أنشطة طبعا في المركز متنوعة ترفيهية وعلمية وثقافية، بالإضافة إلى أن عندنا احنا مركز الدعم لطلاب الدعم الوحيد. طبعا الحمد لله رب العالمين بدأ التسجيل وكان الإعداد والإقبال كبير جدا من الطلاب وأولياء الأمور، واستوعبنا الحمد لله جميع الطلاب وشاركوا معنا وبدأت الأنشطة مثل ما أنتم شايفين عندنا في المركز الحمد لله رب العالمين. الله يعطيكم العافية يا رب، ما شاء الله الحضور جدا مميز. شو لقيت الإقبال السنة هذه على النشاط؟ والله أخوي محمد الإقبال كبير جدا، اضطرينا نستوعب جميع أولياء الأمور الحمد لله، كانوا قطريين ومقيمين والحمد لله رب العالمين تفاعل، وكانوا يقولون أنشطة متنوعة والحمد لله وفرنا لهم كل الأنشطة، بالإضافة للأنشطة اللي عدتها وزارة التعليم بتعاون مع وزارة الثقافة وايضا شركه متخصصه في وضع في اعداد برامج مشتركه يعني متنوعه ثقافيه وعلميه ومهاريه للطلاب. جميل، الله يوفقكم ان شاء الله. تفاعل الطلبه ما شاء الله لانهم يجون من الصبح، شنو لقيتوا تفاعل الطلبه مع الانشطه اللي موجوده؟ هل في صعوبه انهم يجونكم الصبح من هالامور؟ بالعكس الحمد لله اولياء الامور متعاونين معنا يجيبون طلابهم، والطلاب هذا ما كلهم نشاط ما شايفه موجودين في الورش وفي هذه، والحمد لله رب العالمين. يعني احنا الحين حاليا في الاسبوع الثالث من الدوره والحمد لله رب العالمين الاقبال ما زال مثل ما هو. الله يوفقكم ان شاء الله. مركز الدعم اللي هو مركز مدى اللي متواجد تقريبا مثل ما ذكرت هو المركز الوحيد اللي متواجد في الانشطه الصيفيه، شلون لقيت التعاون بينكم وبين مركز مدى انكم توفرون لذوي الاحتياجات الخاصه فعاليات معينه؟ طبعا اولياء الامور خاصه اللي عندهم ذوي الاحتياجات الخاصه طالبوا بالمركز وهم جهزناه. طبعا شركه مدى اعدت مركز متكامل فيه الادوات والاجهزه حسب الطالب، والحمد لله بعض الطلاب ايضا الدعم استطعنا ان ندمجهم مع طلابنا الموجودين العاديين وتفاعلهم مع الانشطه جدا، واستانسوا طبعا اولياء الامور هذا العمل، والحمد لله رب العالمين. يعني متواجدين معنا الطلاب ويدون الأنشطة معنا في المركز. لله كلمة أخيرة توجهها لأولياء الأمور اللي حاب، هل في مجال أنهم يسجلون عيالهم في المراكز الصيفية حاليا؟ والله يعني أتمنى جميع أولياء الأمور يسجلون، لأن أنت لما تسجل ولدك في بيتعلم في عمال عندنا مهارية في فنية في عندنا أنشطة ثقافية بيتعلم أشياء كثيرة منها خلال الفترة هاي، بتجذب الطالب للمركز وتبعد عن الاشياء مثل الانشطه اللي هي غير مفيده مثل استخدام الاجهزه الالكترونيه والامور هذه تبعد عنها كلها وتعلم انشطه ويتعلم مهارات جديده ما تعلمها. ونتمنى ان شاء الله السنه الجايه يكون اقبال اكبر واكثر، والله الموفق ان شاء الله. استاذ خالد بكريم القحطاني مدير مركز نشاط صيفي بنادي الغرف، بيض الله وجهك وعساك على القوه ان شاء الله. الله يقويكم ومشكورين على حضوركم وتصويركم لهذا لهذا اليوم في هذا النشاط اليومي. بالعكس هذا واجب من الله، يعطيك العافيه. طبعا اعزائي المشاهدين الاجواء جدا جميله حماسيه رياضيه ترفيهيه نشاطيه من الصباح، حتى لو تلاحظون عدد من التمارين. ولكن قبل ان ننتقل داخل وناخذ جوله في مركز مدى راح ناخذ لقاء مع عدد من الطلبه اللي مشاركين في النشاط الحالي. دقيقه شباب تعالوا حياك. طبعا اول شيء من الكبير حياك تفضل. عرفنا اسمك. عبد العزيز فوز جمعان. ونعم اخوي عبد العزيز، شو اسمك انت بعد؟ يوسف رمز عبد الله. الله يعطيكم العافيه. شو اللي خلاك تشارك في النشاط الصيفي؟ لان شفنا اعلانات عنه وايد وان عشان نقضي صيف يعني بوناسه وشي وفجينا النادي. زين اول مره تشارك ولا شاركت من قبل؟ اول مره. زين ايش رايك في الاجواء اللي موجوده؟ تقوم الصبح تتمرن وناسه ويعني يعلمونا اشياء لغات و... الله يعطيك العافيه. وانت ايش رايك في الاجواء اللي موجوده؟ استفدت شيء؟ ايه استفدنا، علمونا لغه تركيه استفدت فيها وايد، وفيها ورشات برمجه وتصوير مفيده جدا.
حلو، عادي تقوم الصبح ولا في الإجازة يقولون تكبر المخدة؟ لا عادي. الله يعطيك العافية إن شاء الله، يلا كمل جولتك إن شاء الله، موفق إن شاء الله. طبعا راح ننتقل الداخل نشوف الأجواء اللي موجودة في مركز مدى، أيضا الفعاليات الأخرى اللي من تم استعمالها من إعادة التدوير، وأيضا مشاركة عدد كبير من الأطفال. مركز مدى مشكور، وفر بيئة عمل ترفيهية للأطفال اللي محتاجينها بالتعاون مع مركز الأنشطة الصيفية في مركز أو في نادي الغرافة. هذه جانب من الفعاليات اللي موجودة، جانب من الأشياء الفنية اللي تم عملها بأيدي الطلاب اللي مشاركين. مثلا هذه من إعادة التدوير، أحد الأشياء اللي استفادوا منها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك؟ الحمد لله بخير. الله يعطيك العافية. شو اسمك؟ عبد العزيز عبد الله السبيعي. ونعم يا عبد العزيز، شو اللي قاعدين تسوونه الحين؟ برج الشعلة. برج الشعلة، زين شو اللي استخدمته في البرج؟ يعني استخدمنا جرايد القديمة اللي مونا بيهم نسوي فيهم شيء. زين كم طولتوا وانتوا تسوون ولا؟ طولنا يعني شوية، سوي كبير. ما شاء الله، وانت شو اسمك؟ فارس عبد المجيد. اخوي فارس، شو اللي سويتوه هنا بالضبط؟ هنا سوينا عشان اذا يسألونا نبي نسوي مثال، هنا نبي نسوي مثل هرم، يعني نخلي هرم بالجرايد واوراق، يعني الاوراق اللي يبون يكبوها بالزباله ما يكبوها بالزباله عشان نستغلها بفن، يقطوها في عمليه تدوير. فاحنا ايش نسوي هنا؟ سوينا هنا مثل مقلمه ومقلمه، وهنا سوينا برج الشعلة. حلو. فالاوراق على حسب، لازم تكون الاوراق يعني فيها كلام عادي، بس لا يكون فيها صوره الامير ولا تكون فيها كلام الله. جميل، الله يعطيكم العافيه، موفقين ان شاء الله، الله يبارك فيكم. بس شغلكم ترى مرتب حلو. طبعا واحده من الفعاليات اللي موجوده راح نتعرف عليها، شو اسمك؟ عمار ياسر. عمار الله يعطيك العافيه، شو اللي مسوينه هنا؟ طالع الكاميرا بس وتتكلم. طباعه بالختم. حلو، شو اللي مثلا هذه الاختام اللي موجوده؟ ايه في الصقور، قلعة زبارة، الدلال، القهوة، الجمال. الجمال هناك ما شاء الله، يعني انتو تسوون على الفخار اللي موجود عقب تسوونه كاختام صح؟ ايه اجيب قطعة فلين او فلين، احط عليها ورقة مرسوم عليها الرسمة، احط الورقة، اجيب قلم واصير احفر على الفلين. عقب ايش؟ عقب تحط الحبر على الفلين. ايه احطه واجيب اقلبها واضغط اشيلها تطلع الصوره. حلو، لا شغلكم مرتب، الله يعطيكم العافيه، استفدت اكيد صح؟ الله يبارك فيك ان شاء الله. طبعا اعزائي المشاهدين، هذه بعض من الفعاليات اللي موجوده في نادي الغرافه ايضا بالتعاون. ايضا بندخل الحين في القسم الخاص بمدى البيئه اللي وفروها للطلبه، أيضا تعريف المجتمع بعدد من الفعاليات، وأيضا سهولة الوصول لعدد من الأنشطة عن طريق التكنولوجيا. راح نتعرف عليها مع أخوي محمد الفيدة، مرسل علاقات عامة وإعلام. أخوي محمد الله يصبحك بالخير. الله يعطيك العافية. الله يعافيك ويسلمك. سؤال بسيط، أنتم مشاركتكم اليوم جميلة، نبي نعرف أكثر إيش اللي تقدمون. نعم طبعا، هو النشاط هذا هو بالتعاون مع بين مركز مدى وزارة التعليم ونادي الغرافة. طبعا هو يشمل أو يهدف إلى دمج طلاب الدعم، طلاب ذوي الإعاقة، يعني طلاب الدعم في الأنشطة مع الطلاب العاديين عن طريق الألعاب القابلة للنفاذ، ألعاب إلكترونية اللي يكون في نفس الوقت ألعاب إلكترونية في نفس الوقت فيها جانب من الألعاب الحركية كذلك. جميل جدا، الله يوفقكم إن شاء الله. شلون لقيت الدمج؟ لأن مثلا في الألعاب اللي موجودة في الأنشطة في الخارج اللي موجودة في الصالة مثلا في دمج بين الأطفال، شلون لقيت التعاون بينكم وبين نادي الغرافة أو الوزارة؟ هي كانت هذه أول تجربة لمثل هاي الأنشطة، وإن شاء الله أنها تجربة ناجحة يعني حسب ما احنا نشوف، وبإذن الله نطمح في السنوات القادمة أن نوسع دائرة الأنشطة أيضا بشكل أكثر بإذن الله. أخوي محمد بيض الله وجهكم، ما قصرت وعساكم على القوة إن شاء الله. الله يسلمك ويقويك يا رب. وياك إن شاء الله. طبعا أيضا أعزائي المشاهدين، لو تلاحظون عدد الأشياء اللي موجودة، الأجهزة، التكنولوجيا اللي تم توفيرها من مركز مدى، طبعا هذه تجربة أولى للمركز مثل ما ذكر أخوي محمد الفيدة، عساهم على القوة إن شاء الله. نتمنى أن يتم تطبيق هذه التجربة إن شاء الله،
تكون ناجحة 100%، تم تطبيقها في عدد من المراكز لسهولة الوصول إليها من قبل المحتاجين لهذه الخدمات. هذه بشكل عام الفعاليات اللي موجودة في مركز غرافة وغيرها من المراكز الواجدة في عدد من الأندية بالتعاون مع وزارة التعليم وأيضا وزارة الثقافة والرياضة. هذه دعوة لكم للاستمتاع بأجواء الرياضة والترفيه، خلوا عيالكم يقومون الصبح، خلوهم يروحون يغيرون جو، يتعرفون على ناس جدد، يوسعون علاقاتهم، صحتهم تكون بخير بدال القعدة بدال النوم بدال النه. حتى لو قعد بدري وهو قاعد في البيت ما في شيء يسويه، هذه مشكلة كبيرة جدا، فالواحد أنه يغتنم فرصة الإجازة اللي موجودة. هذا كل اللي عندي، وإن شاء الله أنها إجازة سعيدة على الجميع. نهاية أسبوع، نهاية إجازة أسبوع جميلة على الجميع إن شاء الله. هذا كل اللي عندي. شكرا لك محمد الشهراني على هذه التغطية الجميلة. مثل ما قلت حلو أن عيالنا يقومون الصبح، على الأقل عندهم شيء يسوونه. واضح من النادي، نادي الغرافة اللي أنت فيه، أن الوضع جدا طبيعي ومستتب وحلو، والفعاليات يعني متفاعلين مع عيالنا بشكل جدا خفيف وحلو ويسهل عليهم التواصل. ومشاهدينا إلى موضوع آخر في إطار تحقيق الريادة في مجال الإعلام والإعلام الجديد، خلال التدريب المهني الاحترافي وقع المركز الإعلامي للشباب اتفاقية دعم مبادرة ركز شوي. تفاصيل أكثر راح نشوفها في التقرير التالي، نتابع مع بعض. مبادرة شبابية جديدة تضاف لسلسلة المبادرات الإعلامية الهادفة التي تخدم الفرد والمجتمع في دولة قطر، حيث أعلن المركز الإعلامي للشباب خلال المؤتمر الصحفي عن توقيع اتفاقية دعم كامل لمبادرة ركز شوي. برنامج ركز شوي القناة في اليوتيوب تتكون من شباب قطري ومواليد قطر متطوعين، نحل القضايا الاجتماعية اللي واجهها في المجتمع القطري بطريقة كوميدية. رسالتي أن عندنا استراتيجية إن شاء الله، هدف معين نكون لنا سمعة طيبة تحل القضايا في مجتمع قطر. احنا عندنا قسم خاص في دعم المبادرات الشبابية من ناحية إنشائها أو من ناحية أيضا دعمها في حال أنها كانت مبادرة جاهزة. من ضمن هذه المبادرات مبادرة ركز شوي اللي احنا متواجدين اليوم في مؤتمر توقيع الاتفاقية بينها وبين المركز الإعلامي. جانب المركز هو كان دعم المبادرة هذه دعم مادي وفني في حال المبادرة محتاجين مثلا أي مكافآت أو أي أمور تشغيلية على أساس أنهم يقدرون يقومون في هذا العمل الجميل. المبادرات والشباب دائما هم يحتاجون وقفة من المؤسسات والمراكز، فإحنا كمركز شبابي هدفنا أساسي هو دعم الشباب. حري بالذكر أن المركز الإعلامي للشباب فرصة ثمينة لكل باحث عن التدريب والتطوير في مجال الإعلام والتواصل الاجتماعي. الله يوفقهم جميعا، وإن شاء الله يا رب ينالون ما تم توقيع عليه، وشبابنا يستاهلون الدعم. مشاهدينا، فيما يخص الأنشطة الصيفية والفعاليات المتوفرة لعيالنا، يقدم مركز فتيات برزان فعالية صحية رياضية تقدمها لهم الأستاذة خولة البحر. تفاصيل ومحتوى هذه الفعالية راح نتعرف عليها وعلى أجواءها من خلال التقرير التالي. لأن العقل سليم في الجسم السليم، يحرص مركز فتيات برزان على تعزيز نمط الحياة الصحي لدى الناشئ، فقدم خلال برنامجه الصيفي فعالية صحية أسبوعية تستهدف الفتيات من عمر 7 إلى 12 عام. الشريحة اللي احنا من الأطفال اللي نستهدفها هي أطفال من عمر 7 سنوات إلى 12 سنة، نعلمهم الأكل الصحي وأيضاً الرياضة والحركة وكل هالأشياء وفائدتها للجسم وصحة الإنسان. احنا الهدف الأساسي زيادة الوعي، ولما احنا نمسك شريحة صغيرة كذي نتأكد أنه بيزيد وعيهم مستقبلاً. ف
فاحنا بالذات نعلمهم شلون ياكلون اكل صحي، شلون اكل يساعدهم على انهم ينمون ويكبرون وهم بصحه وعافيه. احنا اليوم نظفنا ورشه للرياضه عشان البنات يتعلمون رياضه ويكون جزء اساسي في حياتهم اليوميه. البنات يجون يتعلمون طرق رياضيه سهله عشان تكون جزء اساسي من روتينهم. نظمنا ورشه الرياضه والصحه عشان نستفيد من وقتنا ونفيد غيرنا بدون ما 24 ساعة نضيع وقتنا، وهالفترة صاير واجد في واجد مطاعم منتشرة، فلازم نعطي أهمية حق نفسنا وصحتنا. احنا عندي في مركز برزان نتعلم نسوي ألعاب تمارين رياضية ومسابقات، بنجي اليوم نتعلم أكل صحي وتمارين رياضية جديدة. ذاك المرة سوينا كرة الطاقة بالتمر، واليوم بنتعلم شيء جديد ونسوي رياضة وناكل فواكه. وتأتي هذه الفعالية واحدة من أنشطة متنوعة يقدمها المركز والتي تنسجم مع أهداف وزارة الثقافة والرياضة بتحقيق رؤيتها نحو مجتمع واع بوجدان أصيل وجسم سليم. يقولون الواحد إذا حب يغير المجتمع يغير من العيال ومن المدارس. هذه النقطة الجميلة اللي في أستاذة خولة وأيضا المشرفات الموجودين في المركز، أنهم يعلمون بناتنا الصغار من الحين على الاهتمام بالصحة، وإحنا في هالزمن محتاجين نحن نركز على صحتنا سواء بناتنا أو حتى شبابنا. فشكرا على هذه المبادرة الجميلة وعلى هذه الفعاليات الجميلة. مشاهدينا فاصل قصير ونرجع لكم من بعده. حياكم الله مشاهدينا من جديد. انطلق مساء أمس في جاليري المرخية معرض مجموعة الصيف بجزءها 14، وذلك بمشاركة نخبة من الفنانين العرب، ويضمن المعرض أعمال متنوعة من النحت والتصوير، ويستمر المهرجان حتى 21 سبتمبر المقبل. من هذا الفن الجميل راح نروح إلى فن الطبخ. في حلقة اليوم نتعرف مع الشيف فاطمة الشريم في فقرة المطبخ على طريقة عمل قلاش بالجبن. أرحب بمشاهدينا الأعزاء في حلقتنا اليوم وطبخة جديدة في فقرة مطبخنا. اليوم راح يكون طبقنا هو طبق القلاش بالجبن، ومكوناته إن شاء الله تكون في متناول الجميع وتنال إعجابكم. مكوناتنا لهذا اليوم راح تكون عبارة عن زبدة سائلة وجبن سائل اللي هو الكاسات، وراح يكون عندنا فليفلة خضراء وزيتون أخضر، زيتون أسود وبيض، وطبعا مجموعة أجبان بما فيها الكرافت والموزاريلا والبرميزون، قشقوان، شيدر المتوفر عندك في البيت، كل أنواع الجبن راح تستخدمينها. راح نبتدي نفتح رول القلاش، طبعا لازم نتعامل معاه بعناية لأنها عجينة رقيقة جدا. نحاول ان احنا نفتحها شوي شوي، نحرك هاي الوقت شوي. راح ندهن عندنا القالب، راح نبتدي ندهن بالفرشة القالب كامل. راح نبتدي نضيف العجينة،
طبقة طبقة. راح نرجع ندهن مرة ثانية. راح نضيف طبقة أخرى. نفس الشيء راح نرجع ندهن. بحيث كل الطبقات لازم تكون مدهونة. نضيف الزبدة ونرجع ندهن. الآن راح ندخل طبقنا لمدة دقيقتين الفرن على أساس إنه ياخذ شوي من حرارة الفرن. راح ننتظر لمدة دقيقتين بعد ما نطلع طبقنا من الفرن نكمل عليه. طبعا في الوقت الحالي راح نضيف الجبن السائل. ونتأكد من توزيعه. طبعا عشان الزبدة هو قاعد يتحرك معنا. راح نضيف خلطة الأجوان اللي متوفرة عندنا. طبعا احنا عندنا خليط من كذا نوع. طبعا راح نضيف المقدار اللي موجود عندنا كامل. راح نوزع المقدار بشكل صحيح. بعدها راح نضيف الفليفلة. طبعا هاي مقدار حبة فليفلة واحدة مفرومة فرم ناعم. نتأكد من توزيعها. نفس الشيء راح نضيف حبات الزيتون.
بشكل عشوائي. نفس الشيء الزيتون الأسود. نتأكد أن مكوناتنا متوزعة في كل مكان. بعدها راح نبتدي نضيف طبقات القلاش مرة ثانية. طبعا انتهينا من طبقنا، راح نرجع الفرن. راح نتركه في الفرن تقريبا لمدة 10 دقائق. وعقب ما طلعنا طبقنا من الفرن راح نضيف عليه كوب الحليب مع بيضة واحدة وشوية ملح وفلفل أسود، راح نخلطهم مع بعض بالمكسر اليدوي جيدا، بعدين نصبهم على الطبق. عقب ما نقطع طبعا مربعات نصبهم عليه وندخل الفرن مرة ثانية لين يتحمر ويصير لونه بني. والآن طبقنا صار جاهز، وهني وعافية إن شاء الله على قلبكم. هذه الفقرة مشاهدينا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لليوم من برنامج الصباح رباح. نتمنى نكون قدمنا لكم المفيد، ونتمنى لكم إجازات نهاية أسبوع سعيدة، ودائما راح نقول لكم استانسوا واستمتعوا وغيروا روتينكم، ولا تنسون أهاليكم يوم عادتهم سواء خميس أو جمعة. رجعوا لنا الأسبوع الجاي بنشاط حتى تعطون هذه البلاد الحبيبة كل الحب والإنجاز. تواصلوا معنا مشاهدينا في حال حبيتوا تقترحون مواضيع أو حتى تواصلون معنا عبر أي من وسائل التواصل الاجتماعي الظاهرة لكم أسفل الشاشة. نشوفكم إن شاء الله على خير، في أمان الله. يا غنوة أحلام العطر، يا أعذب الحن المطر، نكتب غراج ونعشقك من أول الآخر سطر. يا غنوة أحلام العطر، يا عذب الحان المطر، نكتب غراج ونعشقك من أول الآخر سطر. لك الحب ولك المجد ولك الإكرام قطر، لك العشق ولك الفخر ومدى الأيام، يغني حبك الإحساس والإلهام. شعبك سما وارضك وفاء، واهلك اهل جود وصفاء، والطيب فيهم ما خفى، وبحزة الحزة خطر. قطر شعبك سما وارضك وفاء، واهلك اهل جود وصفاء، والطيب فيهم
منهم ما خفى وبحزة الحزة خطى. حسرة حقيقي أرسل يا مدة النور ابتسام كل من يشوفه تبتسم ويدي معزك يا قطار لك الحب ولك المجد ولك الإكرام.